من الأسئلة التي وردت أيضا يا شيخ، يقول السائل: هل هذا حديث عالم واحد أشد على الشيطان من 100 عابد؟ اشرحوا لنا هذا، وهل هو صحيح؟ نعم، هذا معناه صحيح، أن الشيطان لا يخاف من العباد لأنهم ليس عندهم علم ويضلهم هو وهم لا يدرون، وأما العالم فإنه لا حيلة له فيه، والعالم يقاوم شر الشيطان، والعابد لا يستطيع أن يرد شبهات الشيطان ويعرف الخطأ من الصواب، فلذلك العباد لا يشكلون على الشيطان يضلهم، وأما العابد فإنه يعجز الشيطان عنه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب.